بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي عمر صفوت، أنا كونسلتنت بلاستيك سيرجن، بشتغل في إنجلترا وفيزيتنج كونسلتنت في السعودية وفي الكويت. أنا طبعاً أوريجنالي من جامعة اسكندرية اللي بعتز بيها، اتعلمت فيها معظم اللي اتعلمته في جراحة التجميل. بنحس إن إحنا واجبنا إننا بعد ما نتعلم برا إننا نرجع لازم نخدم مرضانا أولاً، وبعدين نخدم الدكاترة الصغيرين شباب الأطباء الواعدين، ونديلهم كل خبراتنا عشان نساهم في رفع مستوى صحة الشعب المصري. الحقيقة العالم كله دلوقتي بيتجه نحو الـ evidence based medicine اللي هو العلاج بالبينة. كل حاجة بتتعمل دلوقتي لازم يبقى لها evidence، وكل حاجة بتتعمل لازم يبقى لها أساس علمي. تجارب سريرية بتتعمل عشان تدينا أفضل نتائج ممكنة. والدول الأوروبية وأمريكا بعد ما مشت بالطريقة دي الحقيقة تقدمت تقدم كبير جدا في مستوى العلاج. فإحنا بنحاول أننا ندخل evidence based medicine في كل أوجه الحياة بما فيها علاج جراحات التجميل والحروق. احنا معظم شغلنا بيبقى جراحي. التكنولوجيا بتساعد كتير جدا في اننا نحسن نتائج الجراحات بتاعتنا، وبالفعل دخول التكنولوجيا في اوجه كتيره من اوجه جراحه التجميل ادى لتقدم كتير جدا فيها. ولذلك احنا بنحاول اننا نرتب workshops وحاجات زي كده نعلم فيها صغار الاطباء والشباب الأطباء يعني كل المهارات وكل الحاجات دي. والحقيقة الجمعية المصرية لجراحة التجميل مقارنتها بأي مثيل في أي دولة في العالم احنا على أعلى مستوى، واحنا ما نقلش عن أي دولة في المجال بتاعنا. والحمد لله الأطباء الواعدين زي ما بنشوف في المؤتمرات والبرزنتيشنز مستويات بقت الحقيقة على مستوى عالي جدا، وإحنا فخورين بكده.